السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم لو سوتيان سكولير افيك نور. كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ اول حاجه كنعتذر على هذا التاخير، يعني كنت مولفه انني كنزل بعض الفيديوهات في وسط الاسبوع، ولكن اش غنقول لكم؟ كتعرفوا يعني ملي كتكوني ربه بيت وتتكوني يعني ام الاطفال، يعني عندهم دراسه وعندهم هادي، بعض المرات كيتعذر علينا اننا نكونوا يعني نكونوا في الموعد. الوغ سمحوا لي بزاف وكنعتذر منكم لانني تعطلت عليكم شويه، ولكن كما كتعرفوا كما كنقول لكم ديما الدروس كاينين والبرنامج كاين وكل شيء كاين، ولكن الظروف بعض المرات كتخليك انك يعني ما تكونش في الوقت. سمحوا لي بزاف وكنتمنى انني يعني هذا الاسبوع غنكون يعني اكثر نشاطا ان شاء الله. الوغ اول حاجه كنبغي يعني نشكر الناس اللي كانوا معايا قدامين واللي كيكتبوا لي التعليقات واللي ديما داعميني، شكرا جزيلا لكم ومرحبا بكم معنا هذا النهار في هذا الفيديو الجديد. وثاني حاجه كنبغي كذلك نشكر الاخت كراميل والناس اللي جاوا من عندها كذلك، لان الاخت كراميل يعني سبحان الله بغيت ندوي معكم، لان الا كتب الا كتب الا كتب غندير واحد المباشر وغيكون على القول والفعل. الوغ كاين بعض الاشخاص يعني كتلقاك يعني وانت كتبعهم كتلقى ان عندهم مبادئ، ولكن انت وانت كتبع تتقول واش هذاك الانسان اللي كيهضر لي على هذا المبدا واش كيامن به ولا ما كيامنش به. الوغ كاينين اشخاص يعني عندهم مبادئ وكيبينوا لك اخلاق يعني وكيبينوا لك جميع هذه المسائل، ولكن ملي كيقوموا بواحد الفعل هنايا كتاكد انهم كيامنوا بكاع ديك المسائل اللي تيقولوها للناس واللي كيبانوا بها. الوغ من بين هاد الناس كاين الاخت كراميل. الاخت كراميل يعني هي صاحبة قناة كراميل، اللي ما تيعرفهاش يعني يبحث عليها يعني ويتابعها، لان انسانة يعني سبحان الله كتبعث فيك الامل وكتبعث فيك السرور سبحان الله، وكتعطيك واحد الطاقة ايجابية اللي تقدر انك تكمل بها النهار ديالك. ويعني وهاد الايام راه دايرة واحد الفيديوهات يعني كيكونوا يعني كما سمتهم هي يعني ديال الامتنان وديال الشكر، يعني ويوميا كيكونوا في الصباح. انا وليت كنقراهم ما نكذبش عليكم، ولاو كيعطيوني واحد الامل وكيعطيوني واحد الطاقه ايجابيه كنكمل بها النهار سبحان الله. عندها شي افكار يعني جميله جدا، تبارك الله عليك الاخت كراميل وبالتوفيق ان شاء الله لانك تستحقين. كما قلت لكم الاخت كراميل يعني كتبت ليها تعليق كباقي التعليقات اللي كنكتبها للاخوات اللي كنتابعهم انا في اليوتيوب. انا عندي قناه ولكن كنتابع جميع الاخوات اللي في اليوتيوب، كنتابعهم باش الا كانت شي فكره جديده كتستافدي منها، شي وحده كتفيدك بشي حاجه كتقوم بها في البيت ديالها كتستافدي منها كذلك. يعني كاينه افاده، كاينه افاده في بعض الفيديوهات، كاينه افاده اللي كتنفعنا حتى حنايا يعني في بيوتنا مع اطفالنا في حياتنا اليوميه، يعني كتضيف لنا شي حوايج يعني في الاخلاق ديالنا في التعاملات ديالنا في شحال من حاجه. كاين اللي كتبعث فيك الامال، كاين اللي كتدخلك شويه السرور شويه الضحك شويه هادي، يعني مسائل يعني عاديه اللي كتلقاوها نتوما في اليوتيوب على الفيديوهات اللي كتكون في اليوتيوب. الوغ الاخت كراميل كما قلت لكم كتبت ليها تعليق، يعني كجميع التعاليق اللي كنكتبو من الاخوات اللي كنتابعهم، كنتابع شي وحده كيعجبني شي موضوع ديالها يعني كندخل بواحد التعليق كشكر كاستفاده كاضافه كذلك، يعني في جميع الحالات ملي كيعجبني شي موضوع كنكتب عليه، ومن بعد الكتابه ديالتي ديال التعليق كنقول زعما قناتي راها تعليميه، اللي بغى يستافد من اللغه الفرنسيه والتحق بيا مرحبا به. هادشي اللي كنقول، ما كنطلب دعم ما كنطلب حتى شي حاجه، يعني عمرني ما قلت حتى شي حاجه في شي تعليق لشي اخت ولا طلبت منها شي حاجه. الاخت كراميل قرات التعليق سبحان الله، كتبت ليها اول تعليق قراته، شفت القناه ممكن انها تكون دخلت ليها عجبتها، وسبحان الله تحدثت عليا في الفيديو ديالها وانا ما كنتش عارفه. تقلت ليا واحد الاخت يعني جات عندي تابونات عندي وقالت لي راه الاخت كراميل راه تحدثت عليك هاشنو هاشنو هاشنو. الو لقيت مشيت للفيديو كذلك لقيت ان الاخت كتدعمني، يعني كتدعمني سبحان الله مع انني ما طلبت منها لا دعم لا والو، كتدعمني يعني كسميتو ديالها، شافت باقي شافت القناه شافت الفيديوهات وطلبت من الناس انهم يدخلوا ويشوفوا القناه كذلك ويستافدوا منها الى عجبتهم. الو شكرا لك الاخت كراميل، لان هي من الناس سبحان الله اللي كتلقى
واحد كيهضر بواحد المبادئ ولكن كيامن بها، ماشي كيهضر بها غير هكداك. لان كانت وقعت لي جوج مرات، وقعت لي على اليوتيوب. يعني واحد النهار دخلت لواحد اللايف ديال واحد الاخت اللي كانوا النساء، يعني هي مستشارة تربوية، كتقول انها مستشارة تربوية، دخلوا عندها النساء وداك الشيء. وكانت وحدة طلبت منها انها تحدث ليها على التوحد، ما عرفاتش، ما كانتش عندها فكرة على الموضوع ديال التوحد. وانا يا في اللايف كنكتب ونعاود ليها انني ممكن انني نفيد الاخت، وممكن انني نجاوبها على جميع الاسئلة ديالتها، لانني عندي واحد الخبرة بسيطة. يعني كنت بحثت على التوحد، وكنت عارفة بزاف يعني العناوين في المغرب اللي كيهتموا بهاد الاطفال، وعارفة بزاف المسائل، درست عليه، قرأت عليه شوية، خديت فيه واحد لابتيت فورماسيون يعني اللي نفعتني، واللي ولات عندي واحد المعرفة على التوحد وعلى الأطفال ديال التوحد شنو خصهم، والأمهات اللي بغاو يستعنوا بالناس فين يمشيوا وفين يجيو في هذه. ودخلت، ولكن سبحان الله ما سمعتش لي. انا كنكتب في التعليق وهي كدوزو، انا كنكتب في التعليق وهي كدوزو، في الاخر ما عرفش واش تبلوكيت واش بلوكاتني ولا الله اعلم. وليت كنكتب التعليق ديالي ما كيدخلش لعندها اللايف ديالها، صافي وقفت. كذلك واحدة أخرى كذلك في اليوتيوب كتدرس هذه المسائل ديال التربويه، ويعني يعني في هذا الشيء ديال التنميه البشريه وهذا الشيء هذا. واحد النهار دخلت ليها، كانوا كيطرحوا عليها بعض الاسئله على الاقسام ديال الرابع وداك الشيء في التعليم، ما عرفتش. قالت لها ما عنديش فكره، ما نقدرش نجاوبك، عندي المسائل التربويه ولكن المسائل التعليميه والبيداغوجيه ما عنديش معاها. دخلت كذلك بالتعليق، ما كاينش اللي زعما يجاوبك، ما كاينش اللي يهتم بك، ما كاينش زعما حتى اللي يقول لك اودي راه الاخت راه بغات تجاوبك هشنو هشنو، وانا غير بحسن النيه. كذلك صيفطت ليها واحد الميساج، قلت لها انت مستشاره تربويه وانا يا عندي خبره كبيره الحمد لله في التعليم، يعني في جميع الاقسام الابتدائيه، ونقدر اننا نديروا واحد التعاون مشترك، وانك انتيا منين يجيك سؤال تربوي راك كتجاوبي عليه، ومنين يجيك سؤال تعليمي انا راه كنجاوب عليه باش ننفعوا الناس، يعني اللي محتاج لهاد الافاده يعني نفيدوه. ولكن ما جاوبتنيش، دابا راه الشهر هادي ما جاوبتني حتى على شي مساله، صافي ما بقيتش كنكتب ليها وما بقيتش كندخل في هاد المسائل، وليت يعني اي فكره جاتني كنطرحها في القناه ديالتي وفقط. من هنا كيتبين لكم ان الانسان كاين اللي كيهضر بمبادئ وكاين هذا، ولكن ما مقتنعش بها، ما كيعملش بها نهائيا، يعني غا بلا 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 وصافي. وكاين سبحان الله اللي كالاخت كرامي كيهضر شي حاجه، ولكن ومن التعامل ديالك كتحس به انه داك الانسان راه داكشي اللي كيقولو راه هو اللي كيعمل به. الوغ هذه هي المساله اللي جعلتني انني نشكر الاخت كرامي، لانني بحال هاد الاشخاص ما نكذبش عليكم كنبغي انني نشكرهم وانني نبينهم للناس، يعني لان الانسان يعني ملي كيستحق شي حاجه يعني خصك توصلها ليه. فشكرا للاخت كراميل، وكنتمنى لك يعني التوفيق، وان القناه ديالك تكون من احسن القنوات لانك تستحقي. اليوم ان شاء الله الفيديو التعليمي ديالنا غيكون على تعلم اللغه الفرنسيه من الصفر. كنا بدينا يعني بواحد جوج دروس، الدرس الاول كنا خدمنا فيه الالفابي، والدرس الثاني كنت قدمت فيه لي فوايل بلي زيكريتور ديالهم وب يعني بالاصوات ديالتهم وبعض الامثله. اليوم وقت قلت لكم ان راني كاين واحد دو فوايل غادي نخليوهم ان شاء الله الفيديوهات القادمه، لان عندهم كتابات كثيره وخصنا نشرحوهم مزيان باش الناس تستفد منهم. الوغ من بين هاد لي فوايل يعني اللي اليوم ان شاء الله غادي ندرسوهم، عندي كنا خدينا لا فوايل ا خدمنا بها، خدمنا بلا فوايل اي، خدمنا بلا فوايل او، وخدمنا بإيكغيك كذلك، وعطينا فيهم أمثلة ونطقناهم. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو بلو سون أو، لو سون أو. ألوغ هنايا لو سون أو منين تنبغيو نطقوه في الكلمات كنطقوه أو، ولكن منين تنبغيو نكتبو الكلمة كنلقاو أن راه كاينين بزاف ديال لي زيكريتور، راه ما كايناش غير هاد لو او اللي كتشوفوا هنايا، يعني كاينين دي زيكريتور اللي كنلقاوهم في دوطخ مو. باغ اكزومبل نعطيكم دي مو، باغ اكزومبل منين كنبغي باغ اكزومبل نشوف
des mots qui s'écrivent avec E. Par exemple, lundi, vent, vendredi. Vendredi, نيت نقول فون، حنا غنقسمو لدي سيلاب باش يبان لكم لو سون فين كاين، لان ملي كنكونو نقريو هاد الاقسام ديال لا غروند سيكسيون والسي بي تنخدمو بلي سيلاب باش داك الوليد ولا ديك البنيته كيبان له داك لو سون فين كاين وشنو غادي يسمع من وراه. الوغ انايا ملي تنقول لك فون، ها هي فون، فون دغ دي. الوغ هنا عندي 3 سيلاب، ها الاولى ها الثانيه ها الثالثه. فين كنسمع لو او؟ كنسمعها هنايا في الثانيه، فون دغ دغ دغ، كنسمع لو او. ها هي لو او سامبل ديالنا، لا بروميير اكريتور، يعني الكتابه الاولى، والصوت ديالها كنسمع ديما لو او. فون دغ دي، فون دغ دي، ها هي لو اي اللي قرينا هذيك المره، اليوم غنركزوا على لو او. الوغ فون دغ دي، الوغ هنايا كنشوف ان فوندردي كتكتب لو او سامبل. غنمشيو للكتابه الثانيه اللي هي بل او او. الوغ هاد لو او او راه حتى هي كتقرا او. فين كنقراوها او؟ غنعطيكم واحد المثال اخر اللي هو بلي جوغ دو لا سيمين، لان ملي كنمشيو نقريو الوليدات كنقريوهم بديك المسائل اللي تيعرفو هما، بحال دابا لي جوغ دو لا سيمين باينين كيشوفوهم يوميا. الوغ ملي تتبغي تعطي شي مثال كتبداه بامثله اللي الطفل كيعرفهم، ما كتمشيش تبدا له بالصعيب، بدا له بالسهل اللي كيعرفو عاد ديك الساعه سير له هذه. وهذه رساله للمعلمين اللي كاينين في المدارس، اللي كيقريو الروض، اللي كيقريو السي بي. الوغ هاد المسائل ملي تبغي تعطي الاول تعطيه واحد لو سون جديد، بدا له بديمو اللي تيعرفهم. الوغ دوك لي مو اللي تيكون عارفهم ديجا هو، ملي كتعطيه ديك الحويجه الجديده كتبان له في داك لو مو اللي كيعرفو هو. الوغ مادام كتوريه واحد الحاجه جديده في امو اللي تيعرفو، راه الميساج ديالك كيدوز بسرعه والدري كيستافد. ما عمرك ما تبدا بشي حاجه صعيبه على الولد. الوغ جودي، الوغ كنسمع جو دي. وكذلك المعلمين اللي كيقريو الروض والسي بي، منين تكونوا تخدموا بهاد لي سون هادو، قسموا لو مول دي سيلاب باش الدري يعرف فين كاين لو سون. الوغ كيما درت في الاولى قسمتها لدي سيلاب، حتى الثانيه غنقسمها لدي سيلاب باش يبان لك لو سون وليكريتور فين كاينه. جو دي، جو دي. الوغ عندي جو دي. الوغ مين تنسمع انايا جو، اش تنسمع؟ تنسمع جي مع او. جو جي او. الوغ الوليد ديجا كيعرف لو جي، لا ليتر جي، غيسمع لو او. فين هي لو او؟ انا كنشوف هنايا جوج ديال لي فوايل، ولكن غنعلمو ان هاد جوج ديال لي فوايل راهم كيتنطقو ليا حتى هما او. ها لا دوزيام اكريتور، جو دي. Alors la deuxième écriture e u. Alors نمشيو دابا لا troisième écriture. La troisième écriture حتى هي كتكتب واحد لي 3 voyelles مع بعضياتهم باش كيعطيوني لو e. هاد لي 3 voyelles هما le o, le e ou le u. ولكن كيفاش غنكتبهم؟ غنكتبهم ملاصقين. الاو والاو كيكونوا ملاصقين بحال لي وحده، حنا ملي كنعلموا الوليدات كنقولوا بحال لي وحده راه حازمه الاخر، صافي دير ملاصقه معاه. الوغ لو او ولو او ملاصقين، وتابعهم لو او 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 ملاصقين، او بوحدها. الوغ هنايا غنعطيكم واحد واحد باغ اكزومبل ان مو بحال كور. لو كور، كور هو القليب، لو كور قلب، ان كور والقلب، ان كور. الوغ هاد كور تتكتب ليا كنسمع كو غ، كو غ. فين سمعت انايا كو؟ سمعتها منين كاينه هنايا مع لو سي ملاصقه. علاش تنقول لي السي كنطقها كو؟ راه في لي زيكريتور ان شاء الله وفي لي سون غتعلموا بزاف الحوايج. عندي السي ولكن كنسمع كو كور، لان كاينه الاو من بعدها. الوغ كور يعني سمعت كو ولكن شت، ها هي لو كو.
ايوا الثانيه اللي سمعت هي هاد لو او هادي اللي سمعت هنايا، ولكن انا كنسمع الاو، ولكن منين كنجي نشوف شنو كنلقى، تلقى الاو او او تخوا فوايل مع بعضياتهم كيعطيوني لو سون او، وهذه هي لا تخوازيام اكريتور اللي عندنا. كما شفتوا معايا يعني خدينا لو سون او، عرفنا الصوت ديالو، عرفنا الكتابات ديالو بثلاثه بهم كانوا امثله. الو هذه هي المسائل يعني اللي كتعلق بلو سون او، عنده تخوا زيكريتور اكتشفتوهم معانا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منهم، وكنتمنى انكم تدوزوا هذه الاستفاده لوليداتكم وللناس اللي ما كتع... اللي يعني اللي ما كيعرفوش القناه، كذلك توريهم الاستفاده اللي استفدتوا نتوما. وكنتمنى يعني انكم من هنا الفيديو الجاي تكونوا بألف خير ودمتم سالمين.